مرحبا، بدنا نتعرف على موضوع دائرة التيونر أو الدرايفر تي في، الدائرة المتعلقة باستقبال إشارة التلفزيون. كيف بتشتغل وكيف بتتم العملية وعلاقتها مع المعالج؟ كل هالمسائل طرف خطوط. طبعا الشرح هون حيكون على الأجهزة اليونيفرسال 3 بواحد مثل ما شايفين هون، كلكم تعرفوها هيدي هي الدائرة. هيدي هون شايفين، خلينا ناخذ بعض العناصر يلي متعلقة فيها. هيدي تيونر اي سي، وبتسمى كمان بالالكترونية دي تي في، يعني درايفر تي في. في عنا هون كريستيلا، على طول بيكون في لها كريستيلا تابعة لها. هون كريستيلا من نوع ال 16 ميجا هرتز، كريستيل التردد او مذبذب. في عنا هون هذا الشكل بتشوفوه مثل شكل الترانزستور، لكن هو هذا دايود. هلا بنحكي كيف الوضع هذا الموضوع. طبعا العلاقة المباشرة اللي لها بتتم مع المعالج مباشرة، يعني هي من هون كل العمليات اللي بتتلقاها بتروح بالنهاية للمعالج اللي شايفينه. خلينا نروح على المخطط ونفهم خطوط الاي سي هيدي كيف بتشتغل وكيف بيتم التحكم فيها. وعلى ضوء انت اذا كان في عندك مشكلة بالاشارة او بالاستقبال وهالمسائل، بصير فيك تعرف تحدد عطلك وين وتنتبه على الخطوط المهمة لتشغيل هذه الدائرة. بالمخطط هون خلينا نقارنها شوي. اول شيء مع الصورة، اللي شايفينه هون بالمخطط هو المقصود فيه المدخل. هون إذا بتلاحظوا هيدا الدايود اللي هون هو هيدا. طبيعة الحال الاي سي اللي موجودة هون هي المقصود فيها هيدا الاي سي. الكريستيلا هيدي هي نفس الشيء، وين مكانها، كل هالمسائل. هلا نشوف العلاقات بين بعض وكيف بتصير الأمور، نشرح آلية العمل الداخلية للاي سي. نيجي لهون المدخل، طبعا مكثفات على التوالي. أنا في عندنا الدايود، هذا بيجي دايود مزدوج لكن معاكس. طبعا كل هالمسائل هدول اللي شايفينهم هاول مع الأرضي وهالمسائل ما حيقطعوا لك الإشارة، لكن هدول ضروريات لموضوع عملية تنقية الإشارة أو تمرير ترددات معينة غير مرغوب فيها. بنفس الوقت بتشوفوا حوالين حد المدخل في مقاومات صفرية ما شايفين هون. هاي دول متصلين كمان مع الأرضي، وضعهم بهذا الشكل مثل هون، بيتم اتصال مع الأرضي على أول مدخل. طيب هلا هون الإشارة مرة بيتم تمريرها بمكثف للفلترة، ومرقت على طرف الديود وطرف ملف، بتروح مباشرة لعند اي سي تيونر. كمان عند اي سي تيونر قبل ما توصل كمان في عندنا مكثفات توالي او مقاومات توالي كمان لهذا الموضوع الفلتره، قبل ما توصل على نقطه الار اف ان. الار اف راديو فريكونسي، اشاره الشبكه، الاشاره العاديه للتلفزيون هي من نوع الار اف، ترددات راديويه يعني نفس الخانه. نجي لهذا الجهاز، هيدي الاي سي كيف بتشتغل؟ بتشتغل على تغذية 3 فولت، 3.3 فولت. طبعا بيكون في لها منظم يعني خاص لإنتاجها، بيوصل على الخط اللي شايفينه هون لـ AVDD. AVDD analog
تغذية لقسم الأنالوج. القسم الأنالوج تحديدا أكثر شيء فيه هو قسم الداخلي، له علاقة بمواضيع الذبذبات والترددات الداخلية. هون هذا أحد مداخلها، مداخل التغذية. في عندنا هون كمان هذا 3 فولت إذا ما شايفين، واصل على ال تي اف اتش او تي اف ال، يعني تي اف تراكنج فلتر هاي، تراكنج فلتر لو. هذا قسم داخلي لتنقية الإشارة، كمان أقصد فيه قسمين، هو للو والهاي. طبعا داخلي هو داخل اي سي بتم بده يوصل له 3 فولت. الأقسام هون، النقاط هون اللي شايفينها هدول ما تم تفعيلهم لأنه ما عاملين لهم أي وظيفة، تركينهم. وكمان الجي بي أي أو كمان نوت كونكتد. هذا كمان نقطة تانية، هي ذاتها هي واصلة من نقطة تانية الأنالوج تغذية. في عندنا الـ V أوت بوزيتيف، V أوت نيجاتيف. هو بالمختصر هون اللي هو الخارج، يعني الإشارة أنت لما تدخل بالـ RFN بيتم داخل الـ IC هون عمل فلترة لها وعمل موضوع دمجة مع ترددات ناتجة من الكريستلا، بينتج عنا إشارة تانية مختلفة بعد دمجة بالترددات من الكريستلا بسموها الـ IF Intermediate Frequency، يعني التردد الوسيط. التردد الوسيط هو التردد اللي واصل قبل المعالج، قبل ما يدخل لأقسام المعالج وينتج لنا الصورة المعالج. في عندنا طرفين له، البوزيتيف والنيجاتيف. البوزيتيف والنيجاتيف مش ضروري ان احنا نفهمها انه بارد وحامي او سالب وموجب، لا اطلاقا، بس هدول بيكونوا خطين اغلب الاحيان مفترض عاده بخطوط الترددات والاشارات. لو كتب لك بوزيتيف ونيجاتيف هن متشابهين بس بيروحوا على قسمين مختلفين بيتم الاستفاده منهم بهالطريقه، لازم يكونوا خطين متوازيين الاشارات. عندنا هون اذا بتلاحظوا هيدي الخط VAGS، VAGS 2. VAGS هو اختصار لكلمة Automatic Gain Control، Automatic Gain Control. عندنا خطين هيدول الخطوط، هيدول ضروريات للتحكم بالناتج، يعني بالتردد الوسيط. هيدول بهذا خطوط التردد الوسيط، يعني هون مثل عم بقول لك كل خط هذا البوزيتيف في له تحكم فيه من خلال اي جي اس. هاو ضروري جدا هيدول لتطلع الاشاره افضل نموذج لها، اذا كان في ضعف بالاشاره، اذا كان في قوه اكثر من اللازم لتكون بشكل مثالي. ضروريين هيدول هالخطوط، طبعا في لهم اقسام داخليه داخل الاي سي ليتحكموا بالخرج الاشاره تكون تردد مثالي. مثل ما شايفين هون كمان عندنا ال WT1 هو المقصود فيه الكريستيلا. الكريستيلا في عندنا قائمة هون إذا بدكم شايفين، هون المقصود بالكريستيلا، هون عم بيقول لك قديش هي، كم ميجا هرتز، كل هالمسائل المتعلقة فيها. 16 ميجا هرتز فيك تبدلها بأي كريستيلا تاني من نوع ال 16 ميجا هرتز. طيب بنفس الوقت في عندنا قسم تغذيه ثاني 3 فولت، صحيح نفس الفولت اللي هون اللي شايفينه، ولكن كمان هذا فايت على قسم مختلف. هون الدي في دي دي، هون قسم التغذيه لاقسام الديجيتال. اقسام الديجيتال هن اللي قلت لكم عنهم، هي الاقسام الداخليه اللي بتعالج او بتتعامل بموضوع الاشاره، بتعمل لها مزج وتقترنها مع الذبذبات اللي ناجي عن الكسرة. كل المسائل عمليه طويله عريضه داخل الاي سي بتتم، ما في داعي لشرحها. مهم نحن نفهم بس انه هيدول ال 3 فولت اللي انت بتقيسهم على هيدي النقطه مش معناتها حكما يعني انه واصلين على هيدي النقطه، لانه بالنهايه هيدول قسمين غرفتين منفصلين لو في ارتباط بينهم، لكن قسمين مختلفين داخل الاي سي.
ديجيتال في اس اس هو الارضي لقسم الديجيتال، هذا القسم فيه. عندنا هون خطين كثير مهمين اذا ملاحظين هون، الاس سي ال والاس دي ال. الاس سي ال هو اختصار لكلمه سيريال كلوك وسيريال داتا ادرس. هدول معروفين، هذا بروتوكول الاي تو سي. بروتوكول الاي تو سي من خلاله لهذا البروتوكول بيتم التحكم بالاقسام الداخليه، مختلف اقسام الداخليه للاي سي، واي سي بذاتها بكل شيء يتم التحكم فيها من خلالها على المعالج. هون بدك تنتبه بشكل كثير منيح، حطول خطوط الاي تو سي مصنوعين على مبدا الاوبن درين، يعني لما يتم تصنيعه على اوبن درين بده يكون بحاجه لبول اب ريزيستر او مقاومات رفع على الخط. يعني هاول مقاومات الرفع مثل ما شايفين هون قيمهم 4.7 كيلو اوم، ضروري وضروري جدا يكون هيدي القيمه تتبدل اذا صار في اي مشكله. طبعا هاي المقاومه وحده لحالها بتشيلها، خلص وقفت لك العمل الاي سي كانها التيل في الاي سي. لذلك هون ضروري مهم جدا انت قبل ما تبدل الاي سي موضوع الاشاره بدك تروح تتاكد من هول الخطوط، هدول من الضروريات التشغيليه لهيدي الاي سي. في عندنا هون المقاومات الثانيين، هدول مقاومات فيك تقولوا للحمايه من التيارات العاليه وهالمسائل. في ان يتم يعني قيمتهم ماشي تقريبا بحدود ال 100 اوم مثل ما شايفين هون. هاي دولي هون عم بيقولوا لك 100 اوم، في هون مجرد حمايه مش اكثر من هيك، فيها تشتغل يعني دائره الخطوط تبع الاي تو سي بلهم. الطرف الثاني من خطوط الاي تو سي طبيعه الحال واصل للمعالج على طول، كل الخطوط الباقيين اللي شفناهم هدول بالنهايه واصل من المعالج بطبيعة الحال، من عدا خطوط التغذية في لهم منظمات جهد لحال. بموضوع خط الـ AGS، خطوط الـ AGS مثل ما شايفين مثل ما كنتوا تقولوا كمان في مقاومات تابعين لهم، مقاومات تابعين لهم. هون في عندنا هيدول الـ تراكنج فلتر، هون هون الاقسام، هيدا الخطوط التغذيه لهيدا القسم الفلتره الداخليه، الفلتره التنقيه الداخليه. هون في له للاطراف اللي له بيتم وصل ملف خارجي طبعا تابع للداخل، هذا كمان مهم لعمليه التنقيه. هيك بكل بساطه يعني قلنا فرجيناكم مختلف الخطوط. يعني انت بالنهايه انت بس بدك قبل ما تقرر انه تبديلها لهيدي الاي سي بدك تتحقق من وجود اهم شيء، من وجود 3 فولت ما انك شايف هون 3 فولت على القسمين الديجيتال والانالوج نفس الوقت. الكريستالا بدها تكون سليمه عم تعطينا 16 ميجا هرتز بنفس الوقت، بدنا نتحقق من موضوع خطوط الاي تو سي، اي تو سي يكون في عليهم تردد او في لهم ترددات مش فقط مجرد فولتيات، في ترددات عم بتم نقل داتا من خلالهم ليتحكم بالاي سي. وبنفس الوقت بدك تاخذ نظره على الخطوط الاي جي اس اذا صار فيهم اي مشكله. ان شاء الله اكون فدناكم بهذا الموضوع. طبعا متابعين بمواضيع الشروحات بهذا المجال، كل فتره بننزل شروحات وخاصه عبر المخططات والمسائل، ويعطيكم الف عافيه.